على مهدود ماشي ماشي وهيشوف الجول. هو جول، هو جول، الجول الاول للنادي الاهلي اللي جابه على مهدود بمجهود فردي من نص الملعب تقريبا. لذلك كانت السبب في عشق الجماهير له وارتباطها الشديد به، وقد علق الخطيب على ذلك كثيرا وقال: لا يمكن أبدا أن أوفي حق الجمهور علي، هذه الجماهير وقفت بجانبي كثيرا وشجعتني. لقب أحسن هداف ولقب أحسن أخلاق، حيث لم يحصل طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذار.